السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين الإعلامي رشيد عباد، يعني وين يرد ويعطي توضيحات على هذا قاعد الشيء اللي راه صاري، وخرجوا علماء وخرجوا يعني مفسرين. لازم كذا رشيد عباد بالك كعاير إمام، كعاير عالم في الإسلام، كعاير عالم في الفقه الإسلامي، كعاير يعني كوزحك على كاش أستاذ ولا جامعي ولا عادي في البلدي، وما كان والو، ما كان لا مهاجمة المنظومة التعليمية، لا مهاجمة الأساتذة، لا والو. يعني يتكلم طرح سؤال على مدرب، سؤال أنا نعتبره في محله. يا خويا راك تدي 6 ملايين، انت شاك تخدم شاك تدير؟ هون تجيني انا تقعد 3 شهور 4 شهور تجي، من بعد تقول لي عوار ما بغاش يجي، عدلي ما بغاش يجي، انا خاصني الهضره بعاوده ولا انا؟ يا انت ما ديتني لا كوب دافري، ما جبت لي كوب دافريك، يعني ما ديتنيش كوب دي موند، وتدي 6 ملايين ونحصلوا تما، تدي 6 ملايين ونحصلوا في قاسما وايطو. انت لا، انت خاطيك، انت تاع 35 مباراه حبست، كي لحقت 35 مباراه انت خاطيك. هذوك الصوالح هذوك اللي صراو، لا كيما هاك نتايا، هما اللي عندنا الحق. وانا بلا رشيد عباد، وانا نقول لك بلا رشيد عباد، راه يهضر معاك مناصر عادي نورمال، مناصر منتخب وطني جزائري. انا ماني صحفي، من انا مناصر منتخب. انا اصلا هذا القناه اللي درتها، ماشي القناه الوالا اللي درت القنوات، درناها كنا نهاجموا في المصريين، هذا المصريين اللي عشاو هايكم وقالوا لكم الماتش يتعاود، ومن بعد عاودوا داروا عليكم ولاو يعايروا فيكم. يا واحد اللي ما ماشي كاع الجزائريين، بعض الاغبياء والجبناء، يعني هاك تشوف الصحافه، هذاك ابو حسقه، هذوك كاين مع 3 ولا 4 كانوا يديروا اليوتيوب من قبل، كانوا يظلوا يعايروا في الجزائر، يا كانوا ما خلاو الناس. انا كنت نرد عليهم في 2009 2010 وكلش، ومن بعد عاودوا قلبوا الفيستا ولاو معاكم، من بعد عاودوا قلبوا الفيستا. شوف مع من راهم، روحوا شوفوا مع من راهم، قالوا لكم هو لا اقعدوا عليه، قالوا لكم اقعدوا عليه، احنا خدمنا بيكم، هو لا وين قال لكم اقعدوا عليه. ايوا كيما راهم يدي، شوف كيما كانوا يديرينا حنايا، الجزائر سوف تلتهم الجزائر، ومن بعد راحوا عند المغاربه فانيك مسنطحين. انا منا الراسل للمغاربه، يا المغربيين ما دام هذو المصاروه راهم لازين عندكم، اقسم لكم بالله يا الربح لا قليل، الربح بكاش. انا نقول لكم هذو فاتوا عندنا نعرفوهم، هذو كانوا كناين عندنا، تاع واحد نقول لك نعرفك تما، لازم تكون كنا، لازم تكون لازم هذاك اللي هذو نعرفوهم، كانوا كناين عندنا وقسناهم. هاك تشوف كيفاش هذو قالوا لكم انتوما قعدوا عليه، ها هو لا وين راه مصاروا، قالوا لكم انتوما يا الاغبياء اللي كنتوا تقولوا خويا دموحه ماذا بيك قصف لنا الشوبير، راه يقولنا باللي البارتي ما تعاودش. على بالك قال لكم، راه رد عليكم قال لكم ها هو لا وين راه، ها هو لا قال لكم انتوما ماشي رجاله، ها هو لا وين راه قال لكم تعايروا بعضكم بعض، ها ولا وين راه قال لكم. حنا نعاودوا نولوا ونتكلموا، وين قال لكم الاعلامي رشيد عباد وعنده الحق. انا في هذه الهضره انا قلتها ونعاودها، وانا مع رشيد عباد رغم راني معاه في العداله، ويعني وما تسمح ليش، ما تسمح ليش، مش راني نهضر كيما هكا باش تسمح لي، راني خليها وين ما راحت وصلت، ما سقاش تولي مشاريع. انا نقولها لك، وين الإعلامي رشيد عباد وين قال لهم سألت هذا معالي الوزير السعادة عن راتبه، لأنني رأيت بأن هذا المدرب ضحك على نفسه وعلى عشاق هذا المنتخب الذي وفرت له الدولة كل الإمكانيات النجاح، وخرج ذليل في وقت قياسي من منافستين كبيرتين وأمام منافس لم نرى له وجود فوق أرضية الملعب، بتمريرات لن تجد على يعني لن تجدها في عقول مدربين هواة، وأكثر من ذلك في متطاول من هذا على الأعراف، يعني والتي تحكم وين تحكم هذه اللعبة والمعمول بها في كل منتخبات العالم، وهو عدم تقديمه لتقرير فني يقدم فيه أسباب هذا الانتكاسات
التاريخية، هذا ما رأيته واجب علي كصحابي محترم يحترم يعني هذا الجمهور ولا يضحك على أتقانه. بنادم اللي باغي يوريكم ما تبغوش الصح، عنده الحق، ويراه الدوس، ويراه الملف تاع اللي قدمه. هل روحوا سقسوا كما هو يقول لكم، روحوا سقسوا اللعابه، حنا نقول لكم روحوا سقسوا ديريكتور تكنيك الا تجمع مع هذا المدرب وتقال له ها نقاط الضعف، ها نقاط خروجنا، ها نقاط جبنا كوب دافريك، ها على جبنا كوب دافريك ولا خرجنا، ها على خرجنا. روحوا شوفوا الى صح، والله ما عندها كاع، والله ما يسعاها، اقسم لكم بالله. ما يا ودي شبالك تليفون تاع قريشي ما عندوش، تاع المدرب وتاع المدرب ما عندوش تاع قريشي. انا نقولها لكم من بعد يجي يقول لك لكم ما طرحش عليه سؤال. من الحق انا بروحي اصلا كنت نهضر فيها، مدرب انت يا كيفاش المدرب يدي 6 ملايين خاصني يبكي، مدرب خاصني يعطيني تبريرات يقول لك كاسامه، مدرب خاصني جبت نعطيك الدراهم. انت جيت مدرب باش نربحوها، جيت مدرب باش صنع لنا فريقه، باش تجيب اللعابه، تكون لعابه، تكون تاع يكون عندك مشروع. مدرب انا ما تعطينيش تبريرات باللي الحاكم، ما تقوليش الحاكم خاطر انا نتفرجوا. الحاكم ما مرك عليك شو 10 ثواني الاخيره خويا، 10 ثواني تتحملها انت واللعابه تاعك. انا ما تقوليش الحاكم، ما تقوليش قاسامه، ما تقوليش رشاوه. انت بغيت انت مي تهدر على الشرف الدين عماره تقول لهم بلي شرف الدين عماره ضعيف كولاسه. انت يا كي بغيت يشرو لك الماتش، يا بغيتو وانا بك وليتو هذو الجاليه تاع مسيلمه الكذاب، ولاو يحوسوا يعني كيفاش يشرو الماتش، ولا يحوسوا كيفاش. قال لك شرف الدين عماره ما خدمش، خدمته تاعش خدمه بيشري لكم الماتش، بغيتو يشرو الماتش. توكي مدرب يدي 6 ملايير، عطاوه 12 طياره هودت الكاميرون، تربص في غينيا استوائيه. غادي من بعد نهضرو على هاد الامور، بعد نهضرو شتا صرا. انا نتحداه هذا المدرب، يقول لنا شكون اللي وجد لك، شكون اللي راح وشاف لوتيل في الكاميرون، شكون هو؟ شكون اللي اتصل بالوكاله السياحيه وشاف لوتيل في الكاميرون؟ شكون هو اللي تحمل المسؤوليه؟ شوف ما شاف الدين عماره ما امين لابدي، المدرب هو اللي دار كلش. انتم ماكم غالطين، شاف الدين عماره كان شاك تاع دراهم، شاف الدين عماره كومبلي كان شاك تاع دراهم يعطي للمدرب من عند اعلى سلطه، قالوا له انتيا عليك الشاك، هو غادي يكذب كلش. خد جابها من عند الرئيس، جاب كارت بلونش من عند الرئيس، هو يمشي. دخلنا في حيط خرج ماهيش المهنه تاعو. انت كيفاش انت يا ولا قلت لك دخلت في امور لا تعنيك، انت دخلت في امور لا تعنيك. ها ولد عمي روح للصوالح، على بالك وليت جنون العظمه، جنون العظمه ولاو فيك اسي محمد. مالك وين بغيت تروح؟ صاي انت مدرب اقعد مدرب، تشدك عندنا امور وخدا اخرين، عندنا ملفات وخدا اخرين، عندنا اخبار عليكم وخدا اخرين. نتوما راكم غالطين، رانا ساكتين يا وتاش، رانا ساكتين تا واش رانا عارفين ورانا ساكتين يا صاحبي. نجيبها لك من عند هذيك اللي تخدم عند وزير الشباب والرياضه، من عند هذيك نجيبها لك حليمه هذيك ونجيبها ود. انا نجيب لك انت ايوا تصالح. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. واش رانا عارفين؟ رانا هادرين 1% برك، راني هادر 1%. واش راني عارف؟ توماكم هابيل باكك حاسب باللي هذاك المخنث ولا ذاك اللي يغسل الكلاب ولا ذوك زوج ولا يجي يقول لك اني قصف. كاش قصف؟ انا كي نجيب لك الملف روح تخلص، روح دي الشيك تاعك روح خلص في راسك. هذه هي. انت يا رئيس، انت يا واحد صحفي من حقه يقول لك كيف انت شافك باللي ما قدمت ولا شيء، يعني ما قدمت والو سي محمد. هاو عنده الحق. انت لهنا وين التطاول هذا، وين عبس على كل اعراف. لا بالك ما درت دوسي، ما درت كيفاش، ما حطيت الملف تاعك على هديت كوب دافريك، على وصلت 35، وعلى خرجت بنقطه، وعلى إليمينيت. روحوا شوفوا الى عنده مجلد، روحوا شوفوا الى داير مجلد، والو ما كاش. بعد يقول لك سكت، كي سكت؟ وين سكت هذا؟ وين يجيك هذا السكت؟ كاين سكت؟ سموه قولوا لنا كاين سكت؟ ما كاش سكت.
لازم تهدر يا صاحبي، لازم تبين الحقيقة. كيف انت تجي تقصروا علينا انت تست ملاير وتقول لنا سكتوا؟ ما يسهل عليه اللي يقول لك كلنا مع وزير السعادة، الله يسهل عليك. انا ما غاديش نكون معاك، مثل روحك، انا ما تمثلنيش، انا نمثل روحي، انا نمثل روحي برك. لما تنساو اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، خاصة بارطاج، واعطونا الاراء تاعكم في لي كومونتير. صحيت اخوتي.